أنا على صعيد الدولي نحب الكرة، نحب كثير الكرة الإسبانية. لما تكون مقابلات أنا نشوف كثير يعني الكرة عبر الشاشة، ولما تكون يعني مقابلة اللي فيها كرة جميلة أنا دائما مشجع لأحسن فريق يمارس كرة القدم. نحب دائما يعني الفريق اللي يمارس كرة جميلة، والكرة اللي نحبوها احنا في الجزائر اللي تتعمد على كما قال لك المراوغات وال يعني الأشياء الجميلة.